من إنجاز إلى آخر، فمن أعظم الرحلات تلك التي تأخذنا مشاهدينا معها لإغاثة ملهوف، ففي أجواء إنسانية وتسامحية ذات رسائل نبيلة تقشعر لها الأبدان حبا وتقربا لله عز وجل. نعم، إنها لحظة انطلاق رحلة الإغاثة. فمن بين مئات الرحلات التطوعية التي تنفذها جمعية الإغاثة الإنسانية الكويتية والمتجهة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك لإغاثة اللاجئين السوريين بمشاركة 34 متطوعا كويتيا. وفي ظل هذه الأجواء النابضة بأسمى معاني الإخاء، تداول نشطاء التواصل الاجتماعي وعبر هاشتاج جمعية الإغاثة الإنسانية وهاشتاج رحلة الإغاثة، تداولوا كل ما تعلق بتفاصيل الرحلة الإنسانية بالدرجة الأولى من صور ولقطات فيديو، وما تضمنه من تنفيذ للعديد من الأعمال الخيرية والفعاليات الإنسانية والحرص على تغطية جميع جوانب المساعدات والدعم الإنساني. فوق السبع سنوات، هذا الثامن التاسع، إلى أن من أول يوم اللي يخلي على مدار هذه السنين المساعدات الكويتية بشبابها المتطوعين اليوم تستمر ولا زالت تستمر. شنو السبب يا ترى؟ السبب انا بوجهه نظري هو شيء واحد، ايماننا بالله سبحانه وتعالى اولا، وهذا مفروض منا. ثانيا البذره الحلوه اللي زرعوها فينا اهالينا. خمسة ستة، لغيتي تشبهها صفاتي.